احنا قررنا ان احنا نزود الفايده عشان الجنيه المصري يقدر ان هو يبقى فيه قيمه للاستثمار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ومفيد لنا جميعا وبالتالي رفع الفايده الى هذا الحد وبهذه الطريقه هو شيء مطلوب. وجهه نظرنا في البنك المركزي وكل الدوله ان وجود سعرين صرف سعرين صرف في اي اقتصاد هو مرض مرض لا تستقيم معاه الامور